طيب المفروض ده البرنامج، مش عارف انتوا كده شايفين كويس ولا نعمل ريستارت زي المره اللي فاتت كده كويس. طيب المفروض فتحنا خلاص السوليد. ده كده البرنامج اللي عندنا، معرفش برضو الصوت كده كويس ولا مش كده. طيب شباب كده بسرعة، احنا هنشتغل كل الأوامر أو الشغل بتاعنا كله هيبقى على سكتش النهاردة. دي البانل اللي فوق أو البان اللي فوق، هناخد السكتش البانل دي كلها. طبعا احنا كنا بنقول بندخل على الفيو اللي احنا عايزينه، سواء كان الفرونت فيو اللي هو الاليفيشن او التوب فيو او الرايت. تمام، من الايه نعمل كليك. يعني ما اعرفش هو الجهاز بيجي في المحاضره انت اخويا. طيب الفلاشة كده مش هينفع دلوقتي، بقى نشوف ايه الحل. ياه، كل يوم برسم عليه، سبحان الله، بيجي المحاضرة و معلش. شباب كده احنا بدأنا خلاص في سكتش، يبقى احنا رحنا على الفرونت فيو فرونت بلين وقلنا سكتش عليه. تاني كده احنا خدنا امبر لاين، في حد عنده مشكلة في امبر لاين؟ تمام، احنا بنختار اللاين ونحدد البدايه والنهايه، وبعدين في الاخر خالص بنحط الدايمنشنز بتاعتي. في بس امر احنا ما قلناهوش المره اللي فاتت، في السنتر لاين ايه بتاعي لو هو واخد شكل السنتر لاين، في شرطه وبعدين دوت، خلاص بنعلم عليه، نبتدي من البدايه وبعدين نتحرك المسافه اللي انا عايزها، وبعدين اقول له اوكي خلاص ده الامر اللي موجود عندي، وفي الاخر بنعمل اسكيب عشان نطلع من الامر ده. كده سنتر لاين. الحاجه الثانيه في ده سنتر لاين، اي دايره او اي شكل عايز اخليه واخد شكل السنتر لاين او نسميه كونستراكشن، اضغط عليه كليك شمال، هيظهر لك كده بانل في الشمال، فعلم اعمل كليك كده على حاجه اسمها فور كونستراكشن. فور كونستراكشن بيخليها لي كلها دوت. في حاجه بس احنا بنقولها عشان العلامات اللي بتظهر دي جنبنا جنب الخط لما بنيجي نرسم، دي اسمها دلوقتي ريليشن او الكنترول ريليشن بتاعت الخط. يعني الخط بيظهر جنبه علامات، الدايره بيظهر جنبه علامات. في حاجه ثانيه اسمها جيومتريك ريليشن، لما برسم خطين، يعني مثلا لو جيت رسمت خط مع خط علمت على الاثنين، ففي ريليشن مع بعض الاثنين، فبنسميها جيومتريك ريليشن، يعني الاثنين بيساووا بعض او الاثنين متعاندين او الاثنين متوازيين، ودي حاجات بتساعدنا قدام لما بنيجي ايه نشتغل. فمثلا العلامه دي علامه اسمها كونسيدنت، يعني متطابق، يعني انا عايز الخط يبتدي بدايه الرسمه بتاعتي من الايه نقطه الاصل. مثلا لو علمت على دي مثلا، فانا عايز اتاكد، هي دي بقى الجيومتريك ريليشنز اللي عندي، عايز اتاكد ان الخط بتاعي هوريزونتال، فبضغط على الهوريزونتال دي وجنب منها ايه الخط الافقي، فده خط مثلا. اللي بعد كده احنا هناخد كل كده الاوامر من الشمال لليمين، عشان ان شاء الله الشيت بتاع الاسبوع ده هيبقى كله تطبيق على الحاجات دي، مش هيبقى مختلف كتير عن الشيت بتاع المره اللي فاتت، بس هيبدا يظهر في حاجات زي الارك الفيلتس، حاجات على فكره مش جديده قوي عليكم، بس في اختلافات عن الاوتوكاد. قبل بس ما ندخل في حاجات زي شورت كات، انتوا كنتوا مثلا متعودين الشورت كات بتاع اللاين بتضغط ال انتر، تمام، سيركل مثلا الحاجات دي. لو انا عايز اعمل حاجه شبيهه قبل ما نبتدي، طبعا هنا مش ظاهره عندي،
في تولز لجنب فيو دي. في عندي تولز دي لو انا دخلت عليها في كاستمايز، في هنا عندي كيبورد. طبعا انا عندي عشان موجوده اوريدي عملتها. لو انا جيت هنا مثلا ايه كتب، انا بدور على سيركل مثلا دي، فانا كده كده انا بختار او بحط شورت كات اللي انا عايزه، فلو ضغطت له سي بعد كده خلاص هيقول لي اوكي فيختار دايره. تعالى كده نجرب مثلا اهو دي خلاص خلصت سي من الكيبورد، هيبتدي يختار امر سيركل. لو ضغطت له ال هيجيب الامر بتاع لاين. يبقى تاني من تولز ادخل على كاستمايز، ندخل في الجزء بتاع الكيبورد واجيب انا احدد الامر او الشورت كات اللي انا عايزه للحاجه. في حاجه تانية برضو بتسهل عليا، بتعمل شورت كات للاوامر. شايفين الماوس دي؟ لو انا جيت كليك يمين دي حاجه، لا بضغط كليك يمين وبسحب ناحيه اليمين، شايفين بيظهر زي يعني ايه علامه كده اهيت، فيها ايه الاوامر بتاعت اللي ممكن اشتغل عليها، او معظم الاوامر او الاوامر المشهوره زي مثلا سيركل او لاين او ريكتانجلر او دايمنشن. تمام، فانا اقعد اتحرك على ايه الاوامر دي من غير ما ارجع للبانل فوق. طيب انا بجيبها ازاي وبتحكم فيها ازاي؟ واحد عايز يطلع اوامر معينه بعينها هي اكتر اوامر بيحتاجها، هيدخل برضو في نفس الكلام في تولز ويجيب الكاستمايز اللي هي دي، وجنب التول في الكيبورد في الماوس. تمام، فاحنا هنضغط على سكتش، احنا شغالين دلوقتي في سكتش. في عندك فوق هتلاقي في اربعه اختيار، في منهم اربعه وفي اختيار كام؟ ثمانيه، وانا ممكن اختار كمان الاربعه او الثمانيه اللي انا عايزهم. لو احنا قلنا مثلا شو اونلي، يعني مثلا احنا عشان هناخد حاجه اسمها سكتش، وبعدين هناخد دروينج، وبعدين هناخد اسمبلي، فكل جزء ليه الاوامر المشهوره فيه. فاحنا هنا مثلا معلمين على اربعه اللي هو ايه؟ لاين مثلا وسيركل وسمارت دايمنشن وريكتانجل اللي هم اشهر حاجه. لو جيت بقى عملت كليك على تابلو هيطلع لي حاجات ثانيه، مثلا ايه اللاين والسمارت دايمنشن ريكتانجل، الاوامر الفلت ترام الحاجات دي. تمام، فدي برضو حاجه لو انت عايز حابب تعمل حاجه زي دي. في مشكله في الكلام دوت؟ طيب في حاجه ثانيه شورت كات ثاني ممكن نشتغل عليه. اضغط حاجه اسمها الاس كي. الاس كي ده يعني انا شغال اهوت، لو ضغطت اس كي من الكيبورد هيطلع لي البانل اللي فوق دي جنب مني جنب الماوس وانا واقف مكاني وممكن اشتغل عليه. ده كده حاجات في الاول. طيب نيجي للامر اللي بعد كده. لو جينا دخلنا على ريكتانجل ده المستطيل، عايزك بس تركز في حاجه مهمه جدا. لو جينا هنا بصينا هتلاقي عندك ظاهر اكتر من نوع للمستطيل. المستطيل الصغير ده مش شايفين كويس ولا لا؟ هتلاقي عندك نقطه و2 ده معناه ايه؟ بيقول لك ايه؟ حتى لو انا كنت ناسي الامر. بقول لك ازاي الستبس، في خطوتين هتعملهم عشان تعمل مستطيل، ركز كده معايا. الخطوتين ايه؟ هتضغط في الستارت الكورنر اللي تحت خالص في الشمال وتسحب بالماوس. هتسحب لحد فين؟ تسحب لحد فين؟ حد النقطه اللي في اليمين. يبقى انا كده دلوقتي اول نوع من انواع المستطيل ان انا بحدد الكورنر، الاثنين كورنرز اللي عصاد بعض اللي تحت خالص واللي فوق خالص. بعد كده خلاص هقول له اوكي واحط دايمنشنز. مثلا احط دايمنشنز ازاي؟ حد فاكر؟ خلاص بدوس بس على اللاين بأطلع اتحرك مسافه، زي مثلا ده 200 مثلا، ده بيساوي 100. ما اعرفش كده هيبقى فولي ديفايند ولا، يعني فولي ديفايند يعني هو مش مستني منك دايمنشنز ثانيه وخلصت كل حاجه. خلاص ما انا بادي من نقطه الاصل، معرفته بالنسبه لنقطه الاصل، حددت له الطول بالعرض اللي عندي. طيب هل في نوع ثاني من انواع المستطيل؟ لو انا جيت كده في الجنب ده طبعا الايه الكيرف، في عندي سنتر، يعني انا مثلا في الرسمه بتاعتي في مستطيل بس السنتر بتاع المستطيل هو السنتر بتاع الرسمه، فالافضل او الاسهل هو بيوفر لك اوبشنز ثانيه ان انا اختار النوع ده اهوت الثاني ده اللي جنبه. طب النوع ده بيقول لك ايه؟ لو انت رجعت ثاني تعال نختاره ثاني، ده المستطيل اهو. لو دخلت هيقول لك ايه بقى؟ طبعا انا الكتابه عندي هنا صغيره مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، هتلاقيه
في السنتر، الرقم الثاني في الكورنر اللي فوق خالص. ده معناه ايه؟ معناه ان اول نقطه نختارها السنتر لاين، تمام؟ يعني مثلا ايه، لو السنتر بتاع الرسمه بتاعتي هنا مثلا اهي، وبدات اتحرك، هو عمل ايه؟ انا سحبت من هنا لهنا الطول ده، يبقى دي الفيرست بوينت ودي السكند بوينت، هيرسم جزء في اليمين وجزء ثاني في الشمال. فده لو عندي مستطيل اصلا في الرسمه اللي عندي سيمتريك حوالين السنتر لاين او حاجه، وانا عارف السنتر لاين، فالاسهل ليا ان انا ارسم بالشكل دوت. ده اوبشن ثاني. في المستطيل برضو عندي النوع اللي هو المتوازي اضلاع مثلا، يعني لو انا جيت ضغطت عليه اهوت اللي هو اخر نوع ده، بص تاني لو بصينا في النقط، ودي مهمه جدا، هتلاقيه معلم لي ثلاث نقط. الثلاث نقط دول متوازي الاضلاع، دول في عندي اربع اضلاع كل ضلعين بيوازوا بعض، المفروض بيساووا ايه؟ بعض، بس الانجلز مش 90 زي المستطيل. فانا لو جيت رسمت، ركز كده معايا، بعمل ايه؟ بضغط على اول نقطه خلاص، وبعدين اتحرك تاني نقطه، رسمت الخط، الريليشنز اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي هي دي بتظهر، شايفين؟ دي معناها ايه؟ لما يبقى عندي الاوتوماتيك ريليشنز بتاعت الخط او الدايره او ايا كان الشكل اللي انا بشتغل عليه، ولو ان شاء الله فكروني حتى لو انا نسيت في اخر المحاضره اكلمكم عنها بالتفصيل. بالنسبه للاين في ثلاثه ريليشنز بصراحه، يا اما افقي، يا اما لو انا برسم قريب من الراسي، اول ما اقرب من راسي يبدا يظهر علامه الراسي، وفي علامه ثانيه بتاعت الكونسوننت لو انا عايز اقرب من نقطه بحيث ابقى متطابق معاها. الدايره نفس الكلام، وهضيف عليها طبعا الدايره مش هيبقى افقي وراسي، فيها تانجنت لو انا بقرب من حاجه ليها مماس. فدي اسمها الايه؟ الاوتوماتيك ريليشن بتاعت كل خط. لو انا برسم حاجتين مع بعض، خط مع خط، خط مع دايره، دايره مع دايره، بربط بين حاجتين، فبيبقى حاجه اسمها جيومتريك ريليشن، حاجه ليها علاقه بالشكل. فانا لو جيت كده اهوت، انا خلاص انا اخترت الطول اول ضلع من دي بوينت 1 بوينت 2 عشان ارسم متوازي الاضلاع اتحرك فوق اهوت، شايفين كده؟ يبقى انا كده بحدد هم عشان ارسم متوازي الاضلاع محتاج ضلعين، يبقى انا ده اول ضلع، من 2 ل 3 ضلع مين؟ الثاني، ووقفت خلاص كده، ده الشكل اللي عندي. طيب عشان تعرفه وتحط له الدايمنشنز اللي هو محتاجها، كل ما اتوقع احط له ايه؟ هو ايه؟ الفول ده وبالتالي ده الفول ده وده ايه؟ ده في حاجه ثانيه ناقصه تفكروا فيها، وخد بالك من حاجه، دي بقى الجيومتريك ريليشنز، عشان وانا لو عايز اخفيها اقول لك تفهم منين، مع ان هي قدام هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك. بص اللاين ده ظهر جنبه على فين؟ الشرطه دي معناه افق هوريزونتال. طب ودي علامه ايه؟ توازي، معناه ان ده وده بينهم ريليشن، هو حتى 2 و2 بينهم ريليشن، ايه؟ متوازيين. طيب 3 ده مكتوب عليه 3 لان ده بيوازي ده، الاثنين نفس الرقم نفس العلامه بتاعت مين؟ توازي. يبقى 3 بيوازي 3 و2 بيوازي مين؟ 2. يبقى انا عشان اعرف ده اختار سمارت دايمنشن، اضغط على الخط ده حط له اي طول، يعني دي مش في النقطه خلاص، انا بقول لك بس ازاي المتوازي الاضلاع ده اعرفه، واروح شادد على ده. لما تيجي هنا بقى، طالما خط مايل فيه ثلاثه اوبشنز هيظهروا، يا اما تحط الراسي، يا اما الافق بتاعه، يا اما تعمل موازي ليه مايل زيه زي كده مثلا، ونقول له سي مثلا 150 من الكي. طيب ناقص حاجه، هي الانجلز دي 90 ده المستطيل؟ لا، فالمفروض كمان اعرف له سي مثلا هتدوس هنا وهنا. طبعا الانجل زي ما قلت لك قبل كده، بتدوس الخطين اللي عايز تحط بينهم الانجل، هو اوتوماتيك بيطلع لك انجل، الانجل دي اعمل لها موديفاي خليها ب 60. طيب الكلام ده فيه مشكله، يبقى انا عندي 60 60 و 120 120 كنترول اي، ونشوف امر تاني. الباقي الاوامر في المستطيل مش هتحتاجها في حاجه. عشان سؤال، هو ليه ما تحولش الاسود يبقى فولي ديفايند؟ انا عدت كتير قوي في النقطه دي المره فاتت، قلنا عشان انا مش بادئ من الايه نقطه الاصل. طب سؤال، هو انا لو ما حطيتلوش اصلا دايمنشنز خالص، يعني مش فولي ديفايند ولا اندر ديفايند، ده ما حطيتش دايمنشن، الدايمنشنز الاساسيه اللي هو رسم بيها اللي طلعت معاه تمام، وجيت اعمل له اكسترود او اعمل اي عمليه في ال 3 دي بعد كده، هيقول لي لا، هيشتغل صح؟ فدي مش دي المشكله يعني، بس احنا كده كده عشان نرسم بس صح، هو يعني المفروض نمشي يعني بالخطوات اللي هو عايزها، المفروض نعرف له الرسمه بتاعتي بالنسبه للسنتر لاين. طيب شباب احنا كده عرفنا اللاين تمام، المستطيل باشكاله، خلينا نمشي مع البانل بتاعت السكتش دي واحده واحده. الرسمه دي
هتلاقي في كل جنب امر في كده مثلث، لو ضغطت عليها يطلع لك الاوبشنز المتاحه كلها. باشمهندس اللي ورا هو ايه، ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ايوه انت اخر واحد على فكره ده. هو انت جاي ايه متفرج ولا؟ طب ركز. بص شباب، لو لقينا الناس مش بتركز، الناس مش في دماغها، ممكن الاوبشن بتاع ان احنا نسجل محاضرات ونرفعها دي نلغيه. الناس الطلبه المعيدين بيساعدكم في المحاضره نلغيه. احنا كل ده بنعمل الكلام ده عشان نساعدكم، وخاصه في الاول انت محتاج تسمع المعلومه مره واثنين وثلاثه في البدايه، خلاص، وهتحس بالكلام ده اللي انا بقوله لما تيجي تشتغل بايدك. تاني، ركز في كل كلمه احنا بنقولها. ممكن يقول احنا قابلنا الاوامر البسيطه بسيطين، ممكن تيجي في وقت تحتاج كل امر احنا بنقوله، كل نقطه صغيره او تفصيله صغيره تبقى محتاج ليه. فركز في الكلام الصغير ده. ده سلوت، تمام؟ في عندي اكتر من نوع من انواع السلوتس، مع ان الاول اللي احنا هنقسمه اول واحد ده او اول اثنين دول اشهر اثنين، تمام؟ بص، لو انا كده جيت على حاجه اسمها ستريت سلوت، هيطلع لي الديزاين بانل بتاعته في الشمال. لا، مش هيطلعها هو لوحده، ده هيطلع اخواته كلهم معاه، كل انواع السلوت بتاعتي اوضح اهو. رحت سي مثلا من عند السنتر لاين، لو الكتابه اللي بقول لك اللي بتبقى بيبقى في توضيح لكل امر من الاوامر لما بضغط عليه، بيحط لي بوينتس، وهتلاقي عندكم في الفيديو اف واضحه. بوينت 1 2 3 ده معناه ايه؟ معناه لو عايز ترسم الامر ده اتبع الترتيب بتاع الارقام دي وانت هترسم الامر، فاضغط واحد الاول، بعد منه اثنين، بعد منه ثلاثه، على حسب الاوامر. فهنا قال لي ايه؟ قال لي اول حاجه هتبتدي، هو دايما بيشتغل من الشمال لليمين، يعني انا لو عايز ارسم ستريت لاين مثلا هتضغط شمال وتروح لمين؟ ليمين. فانا ضغطت كده، تمام، ضغطت ايه الجزء ده؟ بصوا كده، ده السلوت، ده الشكل بتاعه. فانا ضغطت في كيرف شمال وكيرف ايه؟ يمين، فكل كيرف فيهم ليه سنتر لاين. فاول حاجه بوينت 1 ابتديت من السنتر لاين بتاع اول كيرف ورحت للسنتر لاين بتاع ثاني كيرف، ناقص عشان يرسموا للثيكنس. خد بالك الريديس او الديامتر بتاع الكيرف ده وده زي بعض، هم نفسهم الثيكنس بتاع السلوت. فانا ناقصني حاجه واحده عشان اعرف الشكل ده، الثيكنس ده كله، فجيت طالع بس بالماوس المسافه من هنا لهنا، ودي سيمتريك زيها، هيعمل زيها فبس، يبقى انا البوينت 1 2 3 خلاص، 3 في اي نقطه هيبتدي يرسم لي الايه؟ الايه؟ انا بتحرك اهوت، لسه ما ثبتش الثيكنس، اضغط بالماوس في اي مكان ثبته. طيب عشان اعرف الكلام ده انا محتاج ايه؟ هتقول لي انا محتاج من هنا لهنا الطول من السنتر للسنتر، خلاص تمام، 200 اهوت مثلا من الكيبورد، ومحتاج ايه تاني؟ الراديوس او الثيكنس، ما هم زي بعض كلهم. اضغط هنا مثلا الراديوس ده سي مثلا بيساوي 30، المفروض انا بادئ من السنتر لاين، فتبقى دي كلها فولي ديفاين. يعني في ساعات بي فده كده الايه؟ السلوت اللي عندي. تاني انا قلت لكم لو احنا ضغطنا ده كده الرسمه اللي عندي. لو في نوع تاني بقى، وده هتلاقي في ابلكيشن عليه في الشيت، هتلاقي عندك سلوت مرسوم وبدايته متحدده من السنتر لاين معين، فعشان كده هو نفس السلوت عادي اللي جنبه، بس بدايته بدل ما تبتدي من هنا لهنا فهو ابتدى من هنا لهنا، واعتبر ان ده سيمتري حوالين مثلا خط راسي. فانت لو رسمت له المسافه دي هيفهم ان هو هيعمل شبهها الناحيه الثانيه وتدي له سكت، يعني هو نفس الكلام بس بوينت 1 بتاعتك هي بوينت الايه؟ السنتر. فانا هضغط اهوت في اي مكان واتحرك افقي اهوت اهوت هوريزونتال، دي ظهرت معايا، وبعدين ادي له الايه؟ الثيكنس اللي عندي. كده رسمت الشكل. في نوع ثالث، يمكن ده دول النوعين اللي ممكن احتاجهم. الثالث كده يعني اللي هو كيرف مش هنحتاجه قوي، لو مشينا مع البوينتس اللي عندي هيقول لي هضغط كده مثلا وكده، انا كده اتحركت من سنتر الكيرف اللي في الشمال لليمين، ناقص اديله ايه؟ لا هو كده ما ثبتش اهوت، برجع للسنتر تاني. لان انتوا هتلاحظوا حاجه، هتلاحظوا الارك ده لسه مرن، يعني عشان هو مش ستريت، فكني بحدد السنتر بتاع الارك، تمام؟ يعني ده هيحتاج بوينت زياده. ازاي؟ هتحرك من واحد لاثنين. ده الارك ده، طيب الارك ده مش هيبقى خط مستقيم افقي، ده ايه؟ ده عامل ده هو في ارك وارك تاني موازيين لبعض، فهدي له بوينت زياده في النص اللي هي دي،
ليه بقى؟ البوينت دي لو انا حطيتها هنا هيرسم لي الارك كده، حطيته تحت شويه هيرسم الارك تحت شويه، هياخد بوينت زياده عشان هو سلوت واخد كيرفيتشر. تمام؟ ف واخر حاجه بقى اللي احنا عملناها قبل كده ان انا ادي له ايه؟ ادي له سيكنس للسلوت اللي عندي. يمكن هو بس عشان ده اوبشن موجود فقلنا نقوله، مع ان احنا مش هنتعرض للاوبشن ده بعد كده خالص. كنترول ايه؟ ديليت. طيب حد عنده سؤال في سلوت؟ طيب مجرى يعني عندي فتحه وفي ارك في الشمال وارك في اليمين. الدايره دي خلاص احنا رسمناها ما فيهاش اي مشكله صح؟ بس في اوبشن ثاني لما بتعلم، هو مديك السيركل العاديه اللي هي انا عارف السنتر بتاعها وبرسم. في دايره ثانيه ممكن ارسمها ممثل مجموعه من الخطوط، يعني مثلا لو جينا ايه رسمنا كده لاين، زي مستطيل، وبعدين قلنا له سيركل مثلا اللي هي بريمتر السيركل اللي هي بتبقى بتمس اكتر من، يعني محتاج عشان ترسم الدايره دي الطبيعي في الدايره اللي هي اللي احنا مشهوره وهنشتغل عليها على طول، ان احنا بنحدد سنتر لاين وبعدين الريديوس بتاع الدايره، فانا محتاج نقطتين. انما دي لو انا عايز دايره تمس ثلاث خطوط بتانجنت ليهم مثلا، او تمس خطين مع دايره، فاعلم هنا مثلا على اول خط وبعدين ايه هنا تاني ايه خط وتالت خط. بصوا العلامه قبل ما اضغط اوكي خلاص، العلامه الصفراء دي اللي هو خط جنب منها دايره الصغيره دي، دي من نوع من انواع الجيومتريك او الاوتوماتيك ريليشن بتاعت الدايره، اسمه ايه بقى؟ تانجنت مماس. فانا دلوقتي برسم دايره مش هحدد له القطر، انا برسم دايره مماس لي ثلاث خطوط هو هيظبط نفسه. فانا لو حركت اي خط ده فوق او تحت، لو انا عندي دايمنشن مرنه هتلاقي الدايره بتكبر او بتصغر، هو مرتبط باوبشن انا اديته له اللي هو يعمل ايه تانجنت للدوائر دي. مثلا لو جيت اهو رسمت خط لو رسمنا العين مثلا وخدنا سيركل بس سيركل عادية من السنتر لاين، هات سيركل سنتر لاين سيركل، علامة التانجنت ظهرت عندي في الدايرة. تمام؟ هتلاقي عندك هنا دي علامة ايه؟ كونسيدنت يعني متطابق، يعني الخط بتاعي تطابق مع نقطة الأصل أو ابتدى من نقطة الأصل. العلامة دي معناها إن الخط أفقي، العلامة دي معناها إن في مماس. طب هو أصلاً رسمت الدايرة في أي مكان، رسمت وبعدين أظبط الريليشنز دي، أظبطها إزاي؟ أعمل علم على الدايرة الأول أو أي حاجة فيهم الأول، وبعدين كنترول من الكيبورد وعلم على الخط. هتظهر بانل، تعالى كده نجرب بدل ما احنا بنتكلم كده اهوت، ادي وكنترول وعلم على الخط دوت. يعني دي الريليشنز اللي احنا بنقول عليها اللي هو هتظهر عندك لو ما كانوش تانجنت. انا اصلا راسم الدايره تانجنت، لو مش تانجنت هتظهر عندك في الشمال، هتضغط على العلامه بتاعت تانجنت دي وتبتدي ايه تظبطها. يبقى كده الدايره والخط في تماس ما بينهم. لو انا مسكت الدايره دي كده هي بتتحرك كده ليه؟ عشان انا ما حطيتش اي دايمنشنز عندي، يعني فانا المفروض اعرف المسافه دي هي مثلا بتساوي ايه؟ طب عشان اعرف الدايره دي اعمل ايه؟ احط ريديوس، يبقى انا كده ضمنت ان هي ما عادش تكبر وتصغر. تمام؟ طيب هي خلاص في ريليشن انا حاططها مماس.
طيب انا عايزها ما تبقاش مماسك، اضغط على العلامه دي، اضغط اعلم عليه واعمل ديليت من الكيبورد، يبقى الريليشن اللي ما بينهم دي مش خلاص هتفضل معايا طول ما انا شغال، لو عايز اشيلها اعلم على اي ريليشن وشيلها. طيب هو بيتحرك كده وكده، طب سؤال، انا ممكن امسك الدائره احركها فوق تحت؟ يعني انا لو حاولت، بص هو بيعمل ايه؟ بيصغر ويكبر، بس في شرط انا هعطيه له، ما يقدرش يتحرك على اللي هو مماس. لو شلت علامه المماس دي اقدر امسك الدائره دي واحركها في اي مكان في الايه؟ في الرسم. طب لو انا عايز اعمل بقى كونسترينت لكل ده، ادخل الريديوس بتاع الدايره، ادخل المسافه من السنتر ده للسنتر ده افقي في راسي، خلاص كده بقت معرفه وبالتالي ما اقدرش احركها في اي مكان تاني. عرفتوا بقى فائده الفولي ديفايند ايه، او ان انا اعرف الدايمنشن عشان ابقى عارف الرسمه دي في مكانها مش هتحرك، دي الفائده الوحيده. انما لو انا عايز ارسم اي شكل واعمل له مثلا اكسترود او حاجه في ال3 دي مش هيقول لا، بس انا لو برسم بقى رسمه كبيره وعايز ده يبقى ثابت في ريليشن بيني وبين ده ما تتحركش وانا مش واخد بالي، فلازم يبقى فولي ديفايند فعرف كله بالنسبه للسنتر لاين. يعني انا لو مسكت السنتر ده، بصوا حتى لو انا طلعته بعيد خلاص هيفضل محافظ على ريليشن ان في تانجنت ما بين الدايره والايه الخط اللي عندي. طيب احنا كده خلصنا الشمال دايمنشنز اللاين المستطيل السلوت. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ شباب في مشكله في الجزء ده؟ طيب اللي تحت السيركل وده مشهور وهنحتاجه كتير اللي هو ايه؟ الارك. طيب اي حد يجي يقول لي هو في نوع واحد من الارك ولا بيديني اكتر من نوع؟ هو هنا لو انا عايز اعرف كل انواع الارك اللي موجوده عندي اضغط على المثلث الصغير ده هتلاقي عندك حاجه اسمها سنتر بوينت ارك. يعني ايه سنتر بوينت ارك؟ يعني انا عارف السنتر وهتحرك وارسم الارك اللي عندي. في تانجنت ارك، يعني انا مثلا عندي زي ما هو راسم كده في الرسم خطه عايز اعمل ارك تانجنت ليه، تمام؟ على فكره ده ممكن اجيبه كمان اوتوماتيك، بيديني اوتوماتيك من الايه الماوس. لو انا عندي لاين عايز ارسم لاين تاني فهطلع راسي او افقي او مايل او ايا كان، لو انا قعدت اتحرك كده كاني برسم شبه الكيرف هيعمل لي اوتوماتيك ايه التانجنت كيرف اللي عندي دوت. في حاجه اسمها 3 بوينت ايه ارك، فاحنا لو ضغطنا على ده سهل اهوت، اضغط عليه ومثلا انا عايز الارك ده يبتدي من السنتر دوت. لا احنا اخترناهوش، ده النوع اللي عندي فانا بضغط. بص هو رسم مبدئيا دايره، ليه بقى؟ انت ممكن تحط الارك في اي مكان انت عايزه. زي مثلا ركز كده معايا، هو هتلاقيه برضو في التعليمات اللي بتحطها في الديزاين بان او الديزاين بان اللي في الشمال دي بيقول لي بوينتس، فاشتغل على البوينتس دي. فانا سي مثلا لو انا ضغطت هنا، تمام، دي اول نقطه. بصوا بقى عمل لي ايه؟ ما انا في حاجه من اثنين، يا اما اشتغل الارك الكبير يا اما الارك الايه صغير، فانا اقعد اتحرك لحد ما احط الايه الارك اللي انا عايزه مثلا. ايه دي اول بوينت خلاص، ولكن هو بيديني اقعد اتحرك لحد ما ارسم ارك عايز ايه 320 درجه ولا عايزه 20 درجه ولا عايزه 50 درجه. وبعد كده عشان اعرف اوكي خلاص عشان اعرف الارك ده محتاج بس الريديوس اللي عندي. طيب الارك الثاني احنا قلنا في تانجنت ارك لو احنا راسمين لاين، هو تانجنت لاين بس ممكن يبقى تانجنت الايه ثاني دايره او ارك ثاني. في رسمه في الشيت كلها عباره عن اركس تانجنت لبعضها، تمام؟ وانا يعني هرسمها، يمكن دي اصعب رسمه في الشيت وابقى ارفعها لكم. ومش عارف برضو موضوع ان احنا نحل جزء من الشيت ونرفعه والناس تبص عليه ده مفيد ليكم ولا ان يبقى نكتفي بالمحاضره بس. طبعا احنا في الاول بناخد الاوامر بس بعد كده هيبقى في تطبيقات، يعني ممكن ناخد رسمه كبيره بس بعدين ونرسمها مع بعض بالتفصيل. ده لاين. لو جينا بقى على التانجنت ارك ده شايف، هو انا عشان ارسم ده هبتدي من النقطه دي يعني لو انا عايز اعمل تانجنت هتلاقي العلامه بتاعت التانجنت دي صارت
تمام؟ لو عايز اعمل تانجنت اكتر من مره ممكن اعمل ارك وبعدين ارك تاني تانجنت ليه وهكذا واكمل للاخر. اخر ارك عندي اللي هو 3 بوينت ارك اللي هو ده. وبقول عشان ترسم الارك ده هتعمل ايه؟ اضغط على اول نقطه، يعني انا عارف نقطه اهي مثلا دي والنقطه دي، يعني انا عندي نقطتين او عايز يرسم الارك عليه. انا عارف ان في الاوتوكاد كان فيه 3 بوينت ارك، يعني دي مش حاجه جديده عليه. وبعد ما احدد النقطتين دول بتحرك خلاص. طبعا الريديوس بتاع الارك هحدده بالدايمنشنز، بس انا بتحرك عشان اشوف الارك ده هياخد انجل قد ايه، هل هو 20 درجه ولا 50 ولا 200 ولا بزود. طبعا حركه الماوس زي ما انتم شايفين بتقول لي الارك بين النقطتين دول هرسمه قد ايه، وده يمكن اكتر واحد احتاجه في الشغل اللي هو 3 بوينت ايه 3 بوينت ارك. شباب الارك التانجنت او السنتر بوينت او ال 3 بوينت ارك، في حد عنده فيهم مشكله؟ معلش يمكن في حاجات انتوا بالنسبه لكم من الاوتوكاد، بس بلاش نربط مع الاوتوكاد خالص، نشتغل وتعود نفسك على الاوامر بتاعه الايه الصوت. احنا بنحاول كل ده نقول ايه الحاجات اللي فيها تشابه، بس لو لقيت حاجه مختلفه، يعني احنا قلنا دلوقتي ممكن تعمل شورت كات زي ما كنت بتعمل في الاوتوكاد ازاي، او تطلع البانل قدامك ازاي، ولكن لو في حاجه مختلفه معلش خدها زي ما هي في السوليد واشتغل عليها. من الاوامر اللي كانت برضو مشهوره في الاوتوكاد في 2 دي حاجه اسمها ايه تحت الارك ده اسمه ايه؟ بوليجون. ده بيرسم ايه؟ سداسي سوماني. دول اشهر اثنين انت كنت بتتعاملوا معاهم في الاوتوكاد. هنا ممكن ترسم لحد 40 جزء، يعني دايره كده اقسمها ل 40 جزء، بس احنا مش هنحتاج الكلام دوت. احنا يا اما سداسي يا اما ايه سوماني، تمام؟ اعلم عليه. طبعا هنرجع للبانل اللي في الشمال دي. السنتر بتاعه انت بس كل اللي هتعمله هتحدد السنتر وتتحرك اللون الاصفر اللي عندي دوت. ليه بقى رسم بالشكل دوت؟ بص كده معايا، دي حاجات مهمه. في عندي السكاي، في عندي يعني الباك الدايره من بره، والكلام ده كان موجود في هنا. البارامترز اللي عندي عدد الايه؟ الاجزاء اللي انا هرسم عليها، هل هو 6 ولا 8 ولا 10 ولا حسب الاجهزه. انا ممكن اجزأ السداسي الشكل ده لحد 40 جزء، ده اكتر حاجه يعني. بس لما تحط ال 40 دي هتلاقيه هو قلب في الاخر قريب جدا من الايه؟ من الدايره. فاحنا دلوقتي علمنا، بص بقى فور كونستراكشن اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي هي دي تعمل ايه؟ هتلاقي الفريم بتاع السداسي ده، سيبكم من الدايره اللي في النص، الدايره الفريم اللي بره تحول لايه؟ سنتر لاين. في اي شكل انت عايز ترسمه، تمام؟ عايز احوله لسنتر لاين بضغط عليه، حتى لو انا رسمته وخلصت بضغط عليه دبل كليك، وبعدين افتحه في الشمال اضغط على فور كونستراكشن. نعلم على دي تاني خلاص اوكي. طيب عشان اعرف ده يا سداسي اعمل ايه؟ شايف بس محتاج ايه؟ اولا الزوايا ثابته، مش هقدر اتحرك فيه او غير فيه. الاضلاع دي كلها متساويه، فانا محتاج طول ضلع واحد او محتاج الاثنين ليه؟ هو في ريليشن ما بينهم، واحد منهم خلاص. طيب هل الـ هو مرسوم السداسي عادل كده؟ مظبوط. يعني انا مثلا شايفين لما انا ضغطت على الخط ده بعمل ايه؟ بحاول اعمل ايه؟ بحاول اعدله. فانا اعدله ازاي؟ يا اما يبقى ده رأسي، او اي ضلع فيهم ما هو في ريليشنز ما بينهم. لو عدلت ضلع واحد، دي بقى اللي انا بقول عليها اوتوماتيك ريليشن بتاعه اللاين للخط دوت. فظهر لي عندي في راسي، في افقي، في حاجه ثانيه اسمها فيكسد مش محتاجها في حاجه. فانا لو علمت على راسي ده عدل ده راسي، وبالتالي بالتبعيه ان في ريليشن ما بينهم عدل كله. فده اول حاجه عملتها. يبقى انا اخترت البوليجون بتاعي، حددت عدد الاجزاء اللي عندي اللي هم 6 اجزاء، فرسم شكل سداسي. بتختار سكرايبد ولا سيركم سكرايبد زي ما انت متحدد عندك في الرسمه. وبعدين طبعا هو بيرسمه كده اي حاجه، لان انت بتشد بايدك لحد ما بيتعدل، مش لازم يطلع عادل. فانت بتختار اي خط منهم، تمام؟ على حسب الرسمه اللي عندك، هل ده كده راسي؟ في ساعات بتلاقي عندك هنا ايه واحد افقي وبعدين الاثنين دول بالجنب، فانت اختار تقعد تدوره زي ما انت عايز. فده كده الايه؟
عشان يبقى ده فولي ديفايند. لو انا جبت دايمنشن واخترت سي مثلا الخط دوت مش الدايره، احنا بنختار اللاين فرماش دايمنشن اصلا سمارت دايمنشن على اللاين دوت 250 مثلا، او تعرف الايه الدايمتر بتاع الدايره. فانت هتشتغل على حسب الابعاد الموجوده قدامك في الشيت او الرسمه اللي مطلوبه منك. شباب حد عنده مشكله في الجزء دوت؟ احنا ممكن نعمل اديت ليه ونختار عدد اجزاء اكتر من كده. ده لاين. ممكن نختار بولجن باكتر من 6 اضلاع. طيب تاني السيركل الارك البوليجون، في حد عنده مشكله فيهم؟ الامر دوت مش جديد، يعني شبه اوامر انتوا خدتوها في الاوتوكاد. اسمه ايه؟ لاين. برسم بيه ايه؟ الاوقات الصغيره في ساعات بنعمل حاجه بيه شبه الايه؟ يعني احنا ممكن نعمل انفينيتي اللي في الشافت دي بال 3 بوينت او الارك يعني، او ممكن نيجي نعمل بارشل سيكشن مثلا في مكان فكنا بنعمله بالايه؟ لاين دوت. فبعض الحاجات بنحتاجه. تمام؟ طيب احنا كنا بنرسمه في الاوتوكاد ازاي؟ خلاص بختار وبعدين اقعد نقط 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 في الاخر انتر انتر ورا بعض خلاص. تمام؟ يمكن هنا مش هنحتاج انتر انتر دي. بالمره انتوا في الاوتوكاد كنتوا لو اخترت امر وخلصت وعايز ترجعه تاني بتضغط من ايه؟ انتر من الكيبورد، صح؟ من الكيبورد انتر بيجيب لي اخر امر. هنا برضو الاوبشن ده موجود، يعني انا بعمل اسكيب طلعت من الامر عايز ارجعه مره ثانيه، لو ضغطت انتر من الكيبورد هيرجع لي الامر مره ثانيه. بصوا في امر هنا كمان جديد اسمه بوينت. ايه بوينت؟ ممكن احتاج احط نقطه مش خط ولا حاجه عشان اعمل عليها دايمنشن او امرر بيها او تبقى سنتر بتاع سيركل. مثلا لو انا علمت على دي زي مثلا بوينت هنا بوينت هنا بوينت هنا بوينت هنا خلصت، تعالى نضغط على سبلاين دوت. وخد بالك سبلاين فيه كذا نوع هنرجع لهم دلوقتي، فانا هختار دي الفيرست بوينت. وبرده لو انت رحت باصص في الشمال هتلاقيه بيقول لك ازاي ترسم. انا بمر مثلا على النقط. طب هو انا لازم نقط عشان ارسم بيه؟ لا ممكن اختار، بس انا بقول لك اكن انا حددت زي فريم اشتغل عليه بالبوينتس وبعدين مشيت عليه وبعمل اسكيب بعد ما اخلص، مش لازم اثنين انتر. في نوع ثاني من السبلاين ايكويشن دريفن كيرف، يعني انا ممكن ارسم كيرف بايكويشن. عارفين الساين ويف والكوزاين ويف والتين والحاجات دي كلها؟ طيب انا ظهر لي لما قلت له ساين ويف سي مثلا اقول له 10 في علامة الفي بتتكتب عندنا لو هكتب equations في الكيبورد كده ساين. يمكن انتوا ان شاء الله لما تاخدوا مات لاب هتبقوا عارفين انا بعمل ايه، بس خليكم عارفين كده. بلاش ندخل في التفصيل دي، عندي معادله انا اديتها لك جيفن فقلت لك الاكس بقى البارامتر، يعني الواي ده اللي في الاكس صح؟ فالاكس اللي عندي هو انا اشتغلت بالرموز اللي هو شغال عليه. الاكس دي ليها اكس انيشال واكس 2 او اكس 1 واكس 2 من 0 ل 20 مثلا، يبقى دي الستارت والاند بتاعتي. هو الستيب بيقسمها زي ما هو عايز الديفولت بالنسبه له، واقول له اوكي. هو بس ايه الارقام اللي انا دخلتها دي كانت صغيره جدا بالنسبه للارقام اللي اوريدي موجوده، فرسم لي كيرف. والكيرف ده شبه مين؟ الساين ويف. ممكن بقى اشتغل ادي له الايكويشن بتاعت اكسبوننشال الايكويشن بتاعت اي حاجه يعني ده اللي فانا بدي له الساين اللي هو على الافقي. يبقى انا اشتغل من 0 ل 10 او 0 ل 20 يبقى ده الطول اللي عندي. طبعا الطول ده صغير بالنسبه ل 200 و 300 اللي كنا مدخلينها قبل كده، عشان كده انا عملت زوم عليه. والريليشن اللي عندي اللي ظهرت دي، فانا لو ده كنت مدخل له مثلا 200 او حاجه كنت هتلاقي الكيرف دوت كبير جدا. يعني في اوبشنز ثانيه بس احنا مش هندخل فيها كتير يعني دلوقتي. ممكن اعمل بقى دله في اكتر من بارامترز، زي مثلا في اكسبلسيت ده اللي احنا عملناه في بارامتر. يعني ايه؟ الاثنين داله في التايم، يعني عندي ايكويشن الاثنين داله في التايم، يعني انا بدخل له معادله او كيرف ليه جزئين ليهم علاقه ببعض. يعني مثلا ايه 5 تي بلس ايه مثلا ساين اوميجا تي مثلا، فالاثنين الترم الاول والترم الثاني او الجزء الاول والجزء الثاني داله في التايم. يمكن عشان ما نضيعش وقت ايه ممكن تجربوا الكلام ده انتوا مع نفسكم، مش هنحتاجه قوي.
كنترول A B Delete. فاحنا كده خلصنا مين؟ Spline. تمام؟ في حاجة اسمها Driven Curve Spline، أدخله معادلة ويرسم عليها. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ طيب اللي تحت منه ده إيه؟ إليبس. ولو فتحت هتلاقي في الإليبس عندك أكتر من حاجة، إليبس وبارشل إليبس وبارابوليك ويعني الحاجات دي تكون اللي عندي. فاحنا لو خدنا إليبس مثلا، هو أنا عشان أرسم إليبس محتاج إيه؟ تعرف له ثلاث حاجات، السنتر اللي هبتدي منه والميجر والماينور بتاع الايه الاليبس اللي عندي. فانا حددت نقطه اهوت بص انا بتحرك اهو خلاص، انا حددت واحد من الاثنين اللي عندي. الاثنين ازاي بعض غير السيركل؟ هو في الاول رسم حاجه شبه السيركل، فانا عملت ايه؟ خلاص ده الاليبس اللي عندي. عشان اعرفه هتجيب دايمنشن وتختار من هنا لهنا، ده طول، ومن هنا لهنا ده ايه؟ طول تاني. تعال نجرب كده. يعني لو قلنا سمارت دايمنشن من هنا لهنا، طبعا انا برضو انا اللي بحدد الطول الكبير والطول الصغير. واحد يجي يقول لي طب افرض الالبس بالطول، يعني الطول الكبير او الريدس الكبير هو اللي على الافقي، خلاص يبقى انا لما ادخل دايمنشنز يبقى اللي على الافقي ده طوله اكبر من الراسي، بدخل الاطوال اللي انا عايزها فبتظبط الشكل اللي عندي. يعني لو قلنا دي سي مثلا 50، ده الريدي الصغير مثلا من السنتر لاين لحد فوق. ده مثلا 100، احنا السنتر بتاعنا المفروض هو نفسه السنتر بتاع الاوريجن بتاعي، حددنا الميجور والماينور بتاع الاليبس. طيب في حاجه ثانيه يمكن مش هنحتاجها كتير، ان احنا نرسم جزء من اليبس يعني زي ده مثلا اهوت. فنفس الكلام هنحدد السنتر لاين، هنحدد برضو نفس الكلام الريديس الكبير والصغير. كده عملنا الخطوات اللي قبل كده. هل انا عايز الاليبس كامل؟ لا. فانا بص بعد كده ايه هيقول لي، انا حطيت نقطه، هترسم بقى الجزء اللي انت عايزه من الاليبس اللي انت عايزه. كده خلصنا، هنحدد نفس الريديس الكبير والصغير، ولكن انا بعمل نفس الخطوات اللي قبل كده. الزياده ان انا ارسم فريم او الجزء اللي انا عايزه من الـ من الـ من الجزء ده او الاليبس الكبير اللي عندي. الكلام ده فيه مشكله؟ الديتيلز الصغيره دي ممكن ما نقولهاش، بس انتوا تعرفوها مع نفسكم. يعني انا شايف الناس ايه، هو احنا هنستفيد بالكلام ده فيه ولا نكمل بالديتيلز؟ طيب اخر حاجه، لو احنا رسمنا في الجزء ده مستطيل مثلا، الجزء ده تعالى نحط دايمنشنز المستطيل ده في مثلا الطول ده. وخمسين مثلا. احنا عارفين فيلت وتشامفر صح؟ طيب احنا كنا بنعمل الكلام ده ازاي في الاوتوكاد؟ اف انتر اللي هي الشورت كات بتاعته، ار انتر، وبعدين ندخل الايه. يعني لازم في الاول اوتوكاد، احنا قلنا قبل كده الفرق بين السوليد والاوتوكاد ان ده اسمه يعني دايمنشن درايفن، او الدايمنشن بتاعتي هي اللي بتعمل بتحرك كل حاجه. انا برسم اي شكل وفي الاخر الدايمنشن هي اللي بترسم. العكس الاوتوكاد لازم تدخل دايمنشن عشان يرسم. طبعا دي ميزه في السوليد لان انا ممكن في اي وقت اعدل زي ما انا عايز، انما في الاوتوكاد هتحتاج ان انت ترسم بالاول تاني. عشان كده بيسموا السوليد بارامتريك، او بارامتريك يعني ليه بارامترز، حاجات متغيره بتتغير. فدي ميزه في السوليد. فاحنا رسمنا دلوقتي مستطيل عشان بس نجرب امرين عندي، الفيلت والشامفر.
لو انا ضغطت على فيليب هنا بقى هيديني في الديزاين اعمل ليها فيليب. يعني هنا دي اهوت تمام ريديس خلينا مثلا 20 عشان يبان شويه. هنا بنختار يعني انا عايز الكورنر دوت. عشان اختار الكورنر ده في حاجه من الاثنين، يا اما اضغط على البوينت نفسها بص كده هتلاقيه بدا يرسم لاين. في اوبشن ثاني ان انا اختار الخطين اللي عايز يعمل بينهم فيليب، يعني يا اما النقطه نفسها البوينت اللي هيعمل فيها الكورنر اللي عندي او الفيليب، يا اما اختار اللاين واللاين هو هيكون فيليب ما بينهم. فلو انا ضغطت ده مثلا مع ده فبدا يعمل لي الفيلد. ده الاوبشن الثاني. طبعا انا مختار ان كلهم نفس الريديس فرسمهم لي. طبعا الحاجات اللي باللون الاخضر دي كلها ظهرت اسمها ايه؟ الاوتوماتيك ريديشن. ده كده تانجنت، ده كده الار في الثاني هو موازي ليه. سيبك من الكلام ده كله، اول ما تعمل اسكيب وعشان تتحول من 2 دي ل 3 دي الكلام ده كله بيختفي بالدايمنشن، مش هيظهر معانا في حاجه. طيب الامر الثاني على فكره الفيلت والشامفر بتاع ال 3 دي عندنا اسهل بكتير من ال 2 دي، ابسط من الكلام ده، بس احنا يعني عشان ايه ممكن نحتاجه. لا الشامفر، الشامفر ده انا بعمل بقى ايه، ده بيعمل ارك في الكورنرز عشان مثلا في التصنيع ما يقطعش او حاجه، انما الشامفر انا بقص جزء. عارفين العلامه بتاعت زي الكارت بتاع فودافون الشريحه دي، بتلاقي زي مثلث مقصوص كده من جنب، فده شامفر احنا اكيد عارفينه كويس جدا من الاوتوكاد. فانا لو انا عايز بقى اعمل ايه كده هتلاقي عندك اوبشنز ظهر. في عندي اوبشن ديستنس، ديستنس لان انا بقطع في خطين عشان اعمل ميل ما بينهم. ففي اوبشن انجل وطول، ادخل طول وزاويه او ادخل طول وطول. وفي كمان لما تختار طول وطول في علامه هي خد بالك منها كويس جدا. ايه العلامه دي؟ دي ايكوال ديستنس. معنى كده انا عامل شامفر عندي بقطع في الطولين زي بعض او في الخطين زي بعض، اكن الانجل اللي انا هقطع عليها كام؟ 45. فتاخد بالك كويس جدا من الكلام دوت لان الديتيلز الصغيره دي ممكن توقفنا. لو احنا هنقطع مثلا 20 فانا قايل له ايكوال ديستنس، فبالتالي هو لو جيت كده اهوت اخترت الخطوط اللي انا عايز اعمل فيها الفيلد بتاعي، انا اختار ده وده الشامفر قصدي تمام، انا اخترت الخطين فهو برضو يعني مكبر عشان نشوف الاجزاء دي. اختار لي كام؟ 20 و 20 اخر حاجه. لو احنا عايزين نقول له ايكوال ديستنس دي نشيلها فهو اوتوماتيك هيطلع لي طولين تمام. سي مثلا هنخلي واحد فيهم 40 والتاني 20 ونقول له انا عايز في ده. بص بقى ركز معايا، هيحط ال 40 وال 20 بناء على ايه؟ الترتيب بتاع الاطوال. هو عندي ال 40 فوق الاول وبعد منها مين؟ ال 20. فاللي انا هختاره الاول هو اللي هياخد كام؟ 40. واللي هختاره الثاني هياخد كام؟ 20. المفروض يشتغل ولا انا هختار؟ طيب هو مستني الخط الثاني. طيب انا بس عشان في الترتيب كنت بعده 20. الانجل ديستنس لو اخترته خلاص الاوبشن ده مثلا فاختار الاول الديستنس اللي عندي وبعدين مين؟ الانجل. فانا اختار لاين فيو وبعدين ادخل الانجل فيعملها. في مشكله في الكلام ده؟ يعني هو الاشهر ان احنا نشتغل بيه ديستنس ديستنس. نجرب حاجه جديده كده، ممكن نرجع احنا لو عايزين نعمل له اكسترود هنعمل ايه؟ او احوله يعني اديله بعد في 3 دي اكسس من سكتش الاول بعدين ايه فيتشر وادخل على مين؟ اكسترود. طيب مش عايزين الكلام ده، نقول ايه؟ ديليت كله. ده فيلت تاني كده، عملنا سبلاين وبعدين الابس وبعدين الفيلت وتحت منها الارك. التكست ده هنسيبه دلوقتي، والبوينت خلاص خلصناها. بلين دي احنا خلاص كده كده قلناها في الاول ازاي اختار البلين اللي بشتغل فيه، ودي هنحتاجها لما نيجي نشتغل في ال 3 دي. ده تريم، يمكن انا في الفيديو اللي رفعته ناقص لنا تريم تمام، وميرور والباترن اللي عندي سواء سيركلر او ايه لينير. انا قلتهم في الفيديو بس بسرعه فهنقول او اراجع عليهم تاني بسرعه. التريم لو انا عندي لاين اوت
لاين تاني. يمكن هو شبه في الاوتوكاد لما كنا بنيجي نعمل ترم نقص يعني نقص خطوط كنا بنعمل ايه؟ ابسط كانت ابسط طريقه نعمل كنترول ايه عشان اختار الرسمه كلها واقطع في المكان اللي انا عايزه. يمكن في ناس مش كانتش بتشتغل كده يقعد بقى يعلم خطين ويقص ما بينهم فدي كانت شويه بتبقى صعبه. هنا الترم لو انا جيت علمت العلامه بتاعت المقص دي اهو علمت عليه كله لان انا لو ضغطت على السهم في عكس الترم حاجه اسمها اكستند وكانت موجوده برده في الاوتوكاد ان انا مد خط لخط تاني وهنا بتتعمل ببساطه هنشوفها دلوقتي. في عندي انواع كتير من الترم اشهرهم وده بيحل مكانهم كلهم انا ما اعرفش يعني في بعض الحاجات هم عاملين حاجات كده يعني ما لهاش لازمه يعني باور ترم ده بختار تعال نختار كده باور ترم ده ابسط واحد فيهم ده بتختار بتقطع اي مكان انت عايزه في اي وقت يعني مثلا لما اضغط كده اهو هتلاقي فيه ركز كده عند الماوس ايه اللي ظهر يعني خط هو ده اكن ده المقص اللي هيقص بيه انا عديت على الخط ده عمل فيه ايه قطع تيجي تقول لي انا مش عايز اقص ده شلت الماوس او شلت ايدي من على الماوس وبعدين عايز اقص ده قطع يبقى انا بروح اقص في المكان اللي انا عايزه في مشكله في الكلام دوت طيب كنترول زد تاني ترم بسرعه تاني في حاجه اسمها كورنر ترم خليه ده دلوقتي ترم انسايد واوت سايد بص انسايد واوت سايد عشان ما نضيعش في وقت انا بختار خطين تمام زي الاوتوكات القديم لو ما حدش بيعمل كنترول ايه بس هنا بيديني تو اوبشنز مختلفين بختار الخط ده والخط ده واختار كل اللي بينهم او ترم بين اللي بين ده انسايد طب اوت سايد العكس بختار الخطين دول خط ده مثلا والخط ده واقص الاطراف او الزيادات اللي بره يعني الترم دي انسايد تمام فمش لو جيت اقص مش هقص هيقول لي لا انت لازم تحدد لي ايه لاين وايه ولاين تاني واقعد اقص بعد كده اقص ما بينه تاني اختار ده ترم انسايد اختار ده وبعدين ده بعد كده المفروض بقص الايه الخطوط اللي بينه يعني هي ما حاجه ما لهاش لازمه ترم تو كلوزز ده بقص اقرب حاجه برده نفس الكلام فاللي بيحل محل كل ده مين الامر بتاع باور لو انا عندي بس كده يعني خط كده بعدين عندي خط تاني جيت على ترم اقفل الداتا بتاعتك يا حبيبي في هنا كورنر ترم ده كورنر لو انا اخترت ده وده هيعمل ايه بص يعني خطين متعامدين مثلا وجيت اخترت الخطين دول خط ده والخط ده هيوصل ما بينه يعني يعمل اكستند وكمان يعمل ايه يقص يعني هيقص انا لو اخترت اللاين الافق اللي فوق ده من اليمين يبقى اقص الشمال لو اخترت من الشمال هيقص اليمين يعني لو حد حابب مثلا ايه هيختار جزء صغير فهيعمل الاثنين مع بعض اكستند وبعدين ايه ترم مع بعض فده كده امر ترم زيه كده بالظبط على فكره امر فيلب يعني بيعمل شبه ترم لو حد جربه يعني انا اخترت فيلب وعندي خط كده وخط كده يمكن في الاوتوكاد برضو كانت موجوده لو اخترت اللاين ده واللاين ده قلت له فيلت ما بينهم هيعمل فيلت والزياده دي يعني فيها ايه يقصها نفس الكلام هو انا بيعمل نفس الفكره ولكن بيقص الزياده مش بيعمل فيلت الكلام ده فيه مشكله في امر شبه فيلت اللي هو اكستند عكس فيلت يعني عكس ترم طيب المرة دي عايزين نجرب extend لو احنا دخلنا في trim في تحت منه ايه؟ extend
لو ضغطنا من الكيبورد كنترول تاني كنترول انا اخترت الاول ايه امر ايه ستاند اخترت بعد كده من الكيبورد ايه كنترول ودايس عليها اخترت الامر ده اللاين ده قبل ما اضغط على اللاين ايه اللي ظهر اه خلاص المفروض يمد اللاين ده اللي هنا انا ضغط على كنترول هو بيمد على العمود عليه يعني امر خط افقي اكيد هيعمل له اكستند مش لواحد بار اللي هيعمل اكستند لايه لواحد عمودي عليه فده الامر بتاع مين اكستند ميرور يمكن ما فيهوش حاجه بسيط خلي ميرور دلوقتي شباب هو دي عندكم في الجدول اول محاضره صح قبل دي كان في سكشن طيب هنرسم مستطيل ونعرف الاكس والواي بتاعه طيب شباب هنرسم دايره المفروض نعرف الدايره هنسيبها كده انا دلوقتي عايز اجرب امر يمكن انا قلته في الفيديو حابب نقولها لكم هتسهل عليا حاجات كتير في الرسم وركز كويس جدا من اهم الاوامر انا رسمت دايره حد يقول لي بقى الستبس اللي انا اعملها عشان اعمل اري بعد كده طيب هنختار من اري والامر بتاع اري في تحت منه جزئين في ده خلاص ده الاصل اللي عندي فتحت منه لو انا ضغطت هطلع الايه السيركل ركز كده معايا التفاصيل دي احنا عايزين نبص على ديزاين بان بتاعت اللينير باترن دي بالتفصيل الاول ناخد ايه دايركشن 1 اللي هو الاكس اكس في عندي حاجتين دي المسافه اللي بين السنتر والسنتر او الدايره والدايره سواء بقى انت بتقيس سنتر سنتر ولا تانجنت تانجنت ايا كان وعددهم سي مثلا لو انا قلت عايز 6 والمسافه بين كل واحد والتاني هو بدا يرسم يعني بيوضح لي الشكل هيبقى عامل ازاي عشان لو انا مش واخد بالي من حاجه مثلا المسافه دي 50 مللي بين السنتر والسنتر المفروض هو عندي اوتوماتيك اختار حاجه يعني هو الراجل باي ديفولت مع انه في بعض الحالات مش بيعمل كده تحت حاجه اسمها ايه؟ انتس تو باترن او الشيب اللي انا عايز اعمل له باترن فهو اوتوماتيك اختار السيركل مش طبيعي ان هو يعمل اري للمستطيل ويسيب الدايره فهو خد الحجم الصغير اللي هو الدايره وهيعمل له اري على ايه المستطيل طب افرض هو ما اختارش المفروض حضرتك تدخل هنا وتختار الجسم اللي عايز يعمل ليه اري ده مهم جدا في حاجه هنا اسمها انستنس تو اسكيب هنرجع لها دي مهمه جدا واحنا شغالين دلوقتي نبص عليها كده اشتغلنا في مين الاكس اكسس تمام نكبر المسافه دي شويه نخليها مثلا دي لو 100 هيطلع بره الجسم. طيب واي اكسس بقى هو دلوقتي مش اكتف تمام لو انا علمت 3 مثلا وقلت له المسافه دي بتساوي 100 70 اهو فعمل اري طيب الدوائر كده باللون الاصفر لسه ما اتعملتش في حاجه مهمه برضو تاخد بالك منها هو انا عملت ايه الدايره بتاعتي في الكورنر ده الكتابه دي بيقول لي انا اخترت ايه واتحرك الاكس موجب بتاعه اللي هو اكس يمين واكس ايه واي ايه الموجب بتاع الاكس والواي وبدا من الكورنر اللي هو الاصل الدايره اللي انا رسمتها طيب
هو انا في اوبشن هنا وهتلاقيه في كل الاوامر تقريبا اسمه ايه ريفرس. يعني انا الاكس ده لو جيت ضغط عليه هيعكس لي الرسمه الناحيه الثانيه، ونفس الكلام بالنسبه للواي، لو انا جيت ضغطت على الواي ده وعكس الرسمه هيعكس الناحيه الثانيه. طيب اللي انا كنت بقول لكم عليه هنعلم عليه ده حاجه ممتازه جدا، ودي كانت موجوده في الشيت بس انا عشان الوقت ما كنتش لحقت اقولها وما اشتغلتهاش كده في الشيت. كان في رسمه في الشيت في ثلاث دوائر كده 3 في 3 وانا وفي في النص دايره متشاله تمام، فانا اضطريت ان انا اعمل الدوائر كلها. فانا لو جيت مثلا انا في الاري ده كله عايز او اعلم هنا الاول، عايز اشيل دي اعلم هنا واعلم هنا واعلم هنا، فهو بيعمل ايه؟ يبقى انا من الاري ده كله بشيل اجزاء معينه خلاص، دي شيلها وارميها والباقي ايه خليه. وكده دلوقتي ايه الاري بتاعي طبعا هو شايل كده اجزاء من الاري كله. طيب في اوبشن تاني، افرض واحد يجي يقول لي انا عايز اعمل حرف ام كده او حرف زد، يعني اخد الاكس اكسس كله والواي اكسس كله، بس مش اري يعني مش هعمل كوبي ليهم كلهم، لا انا عايز اعمل حرف ال كده من الاكس والواي. ممكن نعملها ازاي؟ طيب هنعمله كده تاني بسرعه، عندي قلنا نفس السيركل وبعدين اري تاني، هنراجع العمر تاني، قلنا هنا مثلا 6 المسافه دي 100 خلاص. احنا كده عملنا في اكس بس ما اخترناش حاجه تانيه، فعمل اري. ممكن ارجع اعمل اري تاني بس المره دي نفس السيركل عادي، مش هختار حاجه في واي، هخلي الواي الاكس بتاعي بواحد تمام، واروح على الواي ده في حاجه برضو نسيت اقولها، مش عارف انتوا شايفين ولا لا، هنا في حاجه اسمها انجل. دي الانجل دي بتعمل ايه؟ هي دلوقتي انا مختار زيرو، لو انا حطيت له انجل 30 هيروتيت الشيب كله عكس عقارب الساعه 30، لو ناقص 30 هيختار لتحت، يعني انا الموجب بتاعي عكس عقارب الساعه والسالب مع عقارب الايه الساعه. وممكن نجربها دلوقتي، بس خلينا دلوقتي انا اخترت ايه، انا عملت ايه لو قلت كده ايه، انا الاول عملت اللي انا الشكل اللي انا قدامي ده عملته على مرحلتين، عملت array في one direction x، المرحله الثانيه عملت array في y بس، فعمل لي حرف ال array كده واray كده، مش هيدخل في التفاصيل الثانيه اللي في النص ده حاجه ثانيه. احنا ممكن نيجي هنا نجرب الانجل، الانجل دي 90 الواي دايركشن مثلا، لو احنا خليناها زي مثلا 45 نجرب كده، احنا المفروض كنا نلعب في الانجل كلها بتاع الباترن كله على بعضه، فكده ميل لي كمان الواي بدل ما هو كان على انجل 90 الديفولت بتاعته الاكس 0 والواي كام. ولو انا اخترت التو انجل خدوا بالكم من حاجه، الريفرنس بتاع الواي هو الاكس، فانا لو كنت اصلا ميلت الاكس 30 باي ديفولت هياخد الواي هو كمان يميله 30، فيبقى 90 بلس 30 كام 120. انما انا دلوقتي يعتبر انا عملت امر ثاني مخصوص للواي ومثبت الاكس زي ما هو، فبدا يدور الواي لوحده. ما اعرفش يعني دي كده الديتيلز بتاعت هو زوم راستر، فاحنا مش عارفين كده اللي حصل ده كله سيف ولا لا. لا انا بسال فاضل قد ايه مش عشان نتكلم. في هنا وانا بتحرك على الدايره بيظهر ريليشن بتاع الدايره لحد ما وصلت لايه الجزء ده كده، انا عند التقاطع بتاع الهوريزونتال الخط الافقي مع الدايره بس ده 4 في 4. انا عملت دايره كبيره ودايره صغيره،
عشان اعمل بعد كده حاجه اسمها ايه؟ سيركلر. هنا في حاجه مهمه جدا تاخد بالك وانت بتختار البوينت، هو انا هعمل سيركلر تمام، فلازم هو بيدور حوالين النقطه، اخد بالي كويس جدا من النقطه دي. فانا لو جيت اخترت البوينت دي، ده الارك اللي عندي خلاص، هو اوريدي برضو ديفولت بالنسبه لي اختار دايره صغيره. وانا عندي انا اخترت الاربع دوائر اللي انا عايز اعمل ليهم الري، لو انا عايز ازود العدد زي ما انا عايز فده الري. في مشكله في الكلام ده؟ البولر ميرور ده ما فيهوش مشكله صح؟ يعني اختار لاين راسي او افقي واعمل ميرور حواليه نفس الاوتوكاد، ما فيش اي اختلاف. في حاجات يعني هنا موف دي بالترتيب كده، موف ده بيعمل ايه؟ بينقل، فينقل شكل من مكانه، اللي تحت منه كوبي شبهه ولكن بيشيل السورس. وفي الحالتين في كوبي بالذات لازم تختار البوينت اللي هتحرك منها زي الاوتوكاد بالظبط. يعني احنا موف شبهه، احنا لو جينا قلنا مثلا احنا هنختار دي الاجزاء اللي انا عايز اعمل ليها كوبي، تعالى نختار من الماوس كله، يبقى كان انا عايز اعمل كوبي للاشكال دي كلها. هنا بقى ستارت بوينت، ممكن اخد السنتر تمام، وممكن ايه اعمل اكتر من كوبي عادي، يعني مثلا ايه هنا اهوت وهنا هنا، فدي كلها بالامر ده. روتيت انا خدت لاين مثلا اهو، في بصوا امر هنا سكيل، انت كنا قبل كده بنكتبهم كيبورد لو انا عايز اكبر او اصغر رسمه، وفي روتيت وفي سكتش يعني ستريتش لو انا عايز رسمه كبيره واخد جزء منها اعمل لها ستريتش، ازود الطول ده بس من الرسمه كلها. سكيل بيزود المفروض الرسمه كلها يعني، انما ستريتش ده بشد جزء من الرسمه. روتيت مثلا، فاحنا عشان نعمل روتيت في حاجتين مهمين، اقول له الجزء اللي انا عايز اعمل له روتيت الشكل ده كله، والسنتر اوف روتيشن يعني انا عايز لو انا اخترت هنا مثلا السنتر اوف روتيشن بتاعي نقطه الاصل دي، بعد كده ادخل له الانجل بتاعتي اللي انا ادور بيها. هو زي ما احنا اتفقنا كده روتيت كلوك كاونتر كلوك وايز موجب وكلوك وايز المفروض سالب، هيدور الايه الشكل كله ما عكس احوار بس. اللي بيظهر تاني اللي باللون الاخضر ده اللي هي الريليشن بتاع كل واحد، هو افقي ولا راسي. سكيل الاشكال اللي احنا عايزين نعملها سكيل، لو انا اخترت الرسمه كلها سكيل اباوت النقطه دي مثلا. بصوا هو اوتوماتيك عندنا عشان انا حاطط السكيل فاكتور بتاعي كام؟ نص، فصور عمل لي الرسمه الكبيره الاصل ودي سكيل ضرب كل الابعاد في نص، بس كله بيصغر حوالين نقطه الايه؟ الاصل. في حاجة تانية بس ستريتش، أنا ممكن أختار ده البيس بداية، يعني في ستريتش برضو بيثبت جزء من الرسمة، أنا بختاره وأقول له الجزء بحدد على الأجزاء اللي أنا عايز أعمل لها ستريتش زي ما إحنا عملنا في سكيل، بس بحدد جزء ثابت وجزء تاني متحرك عشان يعمل له ستريتش وبنفس الإيه؟ الطريقة اللي موجودة عنده. الأوامر بتاعت سكتش عشان بعد كده إن شاء الله ندخل في الـ 3D تقريبا كلها خلصناها، فاضل بس آخر أمر اللي هو ايه؟
تكست يعني بسرعه مش هياخد حاجه اهو الامر. لو انا عايز اكتب مثلا على الايه مساقط بتاعتي زي ما كنا بنكتب، عايز اكتب اسمي، عايز اكتب اي حاجه، فهنا ركز كده معايا، ده المكان اللي انا المفروض عايز اكتب فيه. يعني مثلا انا عايز اكتب برسم مثلا خط هنا، عايز اكتب على اللاين ده، هنكتب اللي احنا عايزينه هنا في البان دي. ركز كده كويس، شايفين اليوزد كوماند فونت دي، دي الغية عشان تدخل تحدد الفونت اكنك في الوورد بقى، الفونت اللي انت عايز تكتب بيه. يعني هنا هل هو بولد ولا ايتاليك، نوع الفونت، كل الخطوط اللي انت عايزها، وادخل علم على بوينتس دي زي مثلا عشان يبقى باين قدامكم دلوقتي 72. ونكتب هنا مثلا اهوت اسمي مثلا، طبعا الفونت ده ممكن اضغط اعلم عليه واصغر او اكبر الفونت اللي عندي. ده كده اخر حاجه. حد عنده سؤال؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع ال 2D.